إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات جلابة والقفطان المغربي. اليوم كما العادة جبت لكم آخر ما كاين في القفطان المغربي، يعني تشكيلة متنوعة وراقية. نتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. إلى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا كما العادة بالضغط على زر الإعجاب، زر لايك، باش إن شاء الله دائما نشارك معكم آخر ما كاين في الموديلات ديال القفطان وجلابة المغربية. يعني هاد الفيديو فيه مجموعة من الموديلات ديال القفطان أو التكشيطة المغربية، تشكيلة متنوعة وغنية ورقية ديال القفطان. مجموعة من الموديلات، كاين موديلات بالتنبات ديال العقيق كما هاد التكشيطة هادي، بالتوب ديال الكريب، يعني موديلات راقية ورائعة. كاين حتى موديلات بزواق المعلم كما هاد القفطان هذا، كيجي قفطان نص طوق وهابط بالتعصاب وبالتبانة، يعني موديلات راقية آخر ما كاين في الموديلات ديال القفطان المغربي لهاد السنة هادي. نخليكم مع الفيديو وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.
خلفه.